سامعين الصوت. بسافر أو بلين مين يا ليل الهوى يا عين من أهل الياسمين بسافر أو بلين مين على أم البياض أحباب بطهر الأراضي صدر البيوت يا سامعين الصوت. صلى وسمي وانسى فر الخلان ضل اذكري اسمي وانتهي بصوتي يا لاهوتي وانتهي بصوتي يا لاهوتي وخلي الحجر ياقوت يا سامعين الصوت. حجر يا أوت يا سامعين الصوت. هلا لو شفت أختك سعاد بنفس الموقف شو كنت بتساوي؟ ساي مثل عبد الرحمن يا بي، مشان هيك أول ما هجم علي حسيت إنه أنا ندمان وغلطت، مشان هيك ما ضربته. وشو رأيك؟ روح أخطب لك إياها؟ لا يا بي، أنا مو خرج جواز وما عاد اتصرف هيك تصرف مع اي بنت. امشي معي لوين يا بي؟ لحتى نعتذر من الجماعه. امشي امرك يا بي. ايوه كملي. يلا يلا اهلين 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 بسام. قديش صفي لك مواد ما طلعت نتيجتها؟ بس 3 مواد. معناتها بقدر اقول لك مبروك. الله يبارك فيك. وسعاد بقي لنا 5 مواد، بس اخي ما بنخاف عليها سعاد. بدك تسلمي على المجامله الحلوه. لك تكرم هالعيون الحلوه. بس لحقولنا الغداء. من عيوني. تكرم عيونكم. يلا حضروا الطاوله على بدنا يجوا اخواتك. يلا. بسام تعالوا شو بروان شو بقى؟ تعالوا لأفرجيكم على هالسيارة اللي استلمتها اليوم. شو الحكي؟ تعالوا لك تعالوا تعالوا شوفوا تعالوا تعالوا أحلى سيارة بالبلد. هالمروان لساته ولد. معلش ماما حقه يفرح.
مروان يا ابني، خايف يجرفك التيار وتصير مثل غيرك. هذا إذا سيارة من الدولة عم تعمل هيك، شلون بقى لو صارت السيارة ملكك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير عمي صبحي. اهلا اهلا محمد، شلونك يا ابني؟ شلون الصحة؟ شلون الحمد الولد؟ الحمد لله رب العالمين. والله كنت رايح لعندك ومستحي، بس هلا وقت شفتك قوي قلبي. خير خير يا ابني، في شيء؟ انا مثل ما بتعرفني بشتغل نجار، وهلا الحالة دائرة. بلكي حضرتك بتحكي لي مع الأستاذ مروان يدبرني عنده. اي مو على عيني، على عيني وراسي. بس شوفوا لمروان بكبر، وإن شاء الله بصير خير يا ابني، إن شاء الله. كثر الله خيرك. يا هلا، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. شغل زهر اليوم انت مالك على بعضك. بالعكس حبيبتي، انا كثير مروقه. يعني معقوله اولادي هالحلوين يتفوقوا بدراستهم وشغلهم وما اكون فرحانه لهم؟ ان شاء الله دوم بتكوني فرحانه حبيبتي. انا فرحانه على طول بوجودكم. ما قلتي لي يا ست سعاد، شو قصه عدنان ونزلته على الكليه؟ شغلة عادية، نحن زملاء. شو هالسر اللي عم بيخليكي تقريني كأني كتاب مفتوح؟ السر فيكي انتي. في انا؟ انتي يا سعاد كل شي بقلبك بيبان على وشك. وحبيبة قلبي شو رأيها فيه؟ يعني شكله حلو ما بوشي، بس اكتر من هيك ما بعرف. وذكي ودمه خفيف وكتير اكابر. شو يعني؟ غني؟ لا ماما، بس عدنان قلبه طيب وصادق وكل فئاته بيحبه. وانتي بتحبي؟ شو هالحكي ماما؟ اصبح ليش درتي وشك؟ انا عاجبني بس. طيب وهو حكى معك شي؟ لا ما حكى، بس حاسه انه مهتم فيي. طيب يا سعاد، إذا تقدم لك يعني شو بيكون جوابك؟ إيه ماما، ليش نستبق الأحداث؟ على كل حال حتى لو خطبك هلأ هو وقت جواز. أعوذ بالله ماما، هلأ وقت جواز؟ صباح الخير سوسو. صباح الخيرات. الو. صباح الخير بسام. صباح الخيرات عدنان، لك شو مصحيك هلا؟ ليش بتعرف قد الساعة هلا؟ والله الساعة ما أنا بإيدي. الساعة 11 ونص وهي رجعتي من الكلية. وشو أخذك على الكلية؟ أول شيء ألف مبروك على نجاحك كل المواد. وتاني شيء على معدلك. عن جد؟ وجبت لي المعدل؟ لحتى تعرف اني احسن منك. وانت ما قلت لي شلون نتائجك؟ انا يعني معدل السنه 76 والمعدل العام لحد هلا 78. مبروك عدنان. الله يبارك فيك. بسام اعطيني سعاد لبارك لها، وهي اختي سوزان كمان بدها تبارك لها. الا انا ببلغها حبيبي. بسام بلغ الاعذار. طيب لحظه، سعاد يا سعاد. تفضلي. الو. اهلين عدنان. دقيقه بس دقيقه. القهوه على النار. بتأمري امر. ايه عدنان. اهلين سعاد، مبروك طلعتي الاولى على الكليه، معدل 92.9. الله يبارك فيك يا رب. خبرني انت شلون نتائجك يا ستي. انا مو مثلكم، أنا معدلي بس 76. أصبح بسام هلأ مكيف.
اوهو عم يتمنفخ علي كمان. سعاد هي اختي سوزان بدها تسلم عليك وتعرف عليك. الو مرحبا سعاد، شلونك؟ ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك فيكي. سعاد انا حابه اتعرف عليكي بقى، شو رايك؟ بيحصل لنا الشرف. طيب شلون بشوفك؟ مثل ما بتريدي، تفضلي لعنا. طيب شوفي رح خلي عدنان يجيبني لعندكم الجمعه بعد الظهر، منيح؟ يا ميت اهلا وسهلا، كثير منيح. ماشي، مع السلامه. عرفتوا انه سعاد طلعت الاولى على صفها؟ شو هالحكي؟ يا الف مبروك. مبروك سعاد. بدك زغلطه. وبسام شو انت كمان؟ والله يا اخي سعاد السنه طحشتني، جابت 93%. برافو، ايش هالعبقريه هي؟ يا ستي لك مني احلى هدية، فستان وفوق وجزدان وكندره. اخي ما بدي الا سلامتك، لا تعذب. ايه لا، شو كم سعاد عنا؟ خلاص بكره الصبح بتنزلي على السوق. سعاد تسلم لي عينك. انا لك مني احلى سواره وعلى ذوقك انت بتنقيها. الله يخليك. حلو، جثي. انا وانا كمان، انا قبض جمعيتي بعطيك نصها، بس بدي اسالك سؤال، هلا اذا واحد مات ورجعته شو ياخذ؟ ممدوح ممدوح، معلش انت مسامح بالهديه، لسه عظمك طري. يلا بقول لك بسام احلى طقم كمان، بس ما قلت لي، الك شي ترتيب؟ والله يا اخي معدلي شي 88، ما بعرف. لا خلص اكيد بيطلع الترتيب، يعني يمكن اطلع الثامن السابع. يا حبيبي اذا هيك لك مني احلى جوز جرابات. يا حبيبي ما بدي منك شيء. يا جماعه حلوان بسام علي انا. ليش امي؟ صبح بيدفع من شو بيشكي؟ لا راتبك احسن من راتبه. سمعت يا بي، قال اللي بيعرف بيعرف وما بيعرف بيقول كف عدس. مروان شو قصدك؟ شو بابا؟ لسه عم تفكر كيف قلت للصبح يجي لعنا؟ بالعكس يا بنتي، أنا بحب الأمور تتم بوضوح وبشكل علني. طيب ليش ما لبست لهلا؟ حاضر يا ستي، إذا هذا اللي خلاك تسأليني هالسؤال. سجل الطلبات تقلصني عضلة باستعمال مقاومات تمنع تقاصرها، فيتم التقلص في شروط تحافظ فيها على الأعضاء الأبعاد، ونسمي هذا النوع من التسجيل التقلص بالطول الثابت، وحينما تتقاصر العضلة نسمي تسجيلها التقلص بالتوتر. شو بسام؟ لك أهلين ممدوح. بعت لك إذا حكيت معك شوي؟ لك كل وقتي إلك يا زلمة، شو بك؟ الله يخليك، مشان هيك بدي إياك تساعدني. أخي أنا بهالبيت مالي حدا غيرك. لا بالنسبة للمساعدة تكرم عينك، بس مو عيب عليك تحكي هيك. ليش شو حكيت غلط؟ شو معناتها لك مالك حدا غيري؟ مزبوطة منك؟ في حدا بهالبيت قصر معك؟ لا مو قصدي، بس أنت ما بخجل منك. ماشي الحال، وقل لي هلأ شو بدك مني؟ ولك أخي أنا رح طق، حاسس كأنه محبوس بهالبيت. مين ماسكك؟ ما تطلع؟ أنا بعد ما تركت المدرسة رفقاتي ما عاد مشوا معي، وبعدين رفقاتي بالشغل بعد عن الحارة، وإذا رحت لهم أبوك ما بيرضى ولا بيحب جيب حدا على البيت نهائيا. لهيك بدك يعني أحكي معه؟ إذا بيطلع معك. طيب ليش ما بتحاكي أنت؟ ولك أخي أنا وقت اللي بحكي معه بيسمعني كلام بيدوب من الخجل، مشان هيك لا بعد بسأل ولا بطلب أي شيء. ممدوح قول الصدق، أنت مو هذا موالك. مظبوط أخي، أنا حابب أستأجر غرفة مع رفيقي وأعيش لحالي، لأنه شو ما سويتولي يعني بحس حالي غريب عنكم. أنا هذا اللي كنت خايف منه. شو؟ بدك تساعدني ولا لا؟ أمري لله، رح أحكي لك معه بلكي بلاقي لك حل أحسن. شرفت يا أبو راميس. يعطيك العافية. يا أهلين السليم، هوني. صباح الخير. أهلا وسهلا. لك ابو وليد، لك انت ما تستحي على شيرتك؟ لا ليش هالغلط يا عبد الرحمن؟ لك امتى بدك تبطل طولة هاللسان هاي؟ لك عمي شو عملت لك انا؟ يلا مين حالك ما بتعرف؟ مو انت اللي قايل له لا بصبحي عن الخناقه؟ لشو اللي قايل له؟ مو كل الناس شافتكم؟ لك كل الناس بكفي وانت حضرت جنابك لحالك بكفي. لك عمي انا لا شفت ولا حكيت. ابو وليد بتعرفني بنص عقل ها؟ وانا بعرف انه انت اللي حكيت، قلي ليش؟ ليش؟ انه اللي في عاده ما بيغيرها. شفت شلون؟
اللي بيلفت النظر بشخصية الأستاذ أحمد مراد قوة شخصيته وتفاؤله رغم كل متغيرات العصر الحالية يعني. كلامك صحيح 100%، وأنا أحياناً بحسده على مرحه وخصوصي بالمواقف الصعبة. هذا يا ابني مو معناه إنه فرحان مثل ما بتتخيل، هذا على الأغلب القصد منه إنه يشيل عنكم ويحميكم من الألم. عمو أنا مستغربة قدرتك على التحليل الدقيق لشخصية أبي ومن خلال كتاباته. يا ابني أنا وقت بقرا شيء لأبوك بحس كلامه من داخلي ما عم يجيني من برا. على فكرة شو اختصاصه؟ أبي دارس فلسفة وأدب عربي. ها لهيك تعابيره قوية ولغته متينة بهالشكل. بس عفوا أنا لهلا ما عرفت شو دارس حضرتك. بابا أخذ دكتوراه بالهندسة وكان يدرس بالجامعة بس ترك من زمان. وصحاك تقلي ليش؟ بعتقد الأسباب معروفة. على فكرة أنسي ربع عصام قال لي إنه عرض عليك تشتغلي معنا. وأنت شو رأيك؟ طبعا أنا بتمنى تجي بهالوقت هذا تحديدا. وليش بقى بهالوقت هاد يعني؟ لأنه رست علينا مناقصة وصعب علي يشيل الشغل لحالي. ليش شو عصام؟ عصام فيك تقول إنه شغل مهندسي علاقات عامة، والمهندس الثاني ما خرج شغل بنوب. بقى شو رأيك أنسي ربع؟ فكر بالموضوع. بدي أقدم لك نصيحة أستاذ صبحي، مع عصام اوعى يغمض لك جفن. أبو صبحي، صبحي وسعاد تأخروا. سبحان الله، على طول بصلتك محرورة. بدي أطمن. طمني. صبحي ذوقه مثل ذوقي اللي خلفه. شو قصدك؟ يعني ما حلو؟ هلا ذوقي مو حلو؟ لك في أحلى من ذوقي بكل الدنيا؟ لك إذا الله سبحانه وتعالى من فوق أنعم علي بشي محرز ومهم بتكوني أنت. سامعة صوت؟ يمكن إجوا، بدي أقوم أشوف. يلا سعاد تصبحي على خير. وين خليك سهران معنا؟ بدي فيه بكير ما بقدر. وين وين؟ تعال هون، وين رايح؟ حكوا لي كل شيء. ماما أنا يعني بدي فيه بكير وبعدين خلص. سعاد بتحكي لي. حكي لي سعاد، طولي بالك علي شوي. شو قولي لي حلوة؟ تاخذ العقل على قد مو حلوة ومجذبة. طيب شو يعني سمرة بيضة طويلة قصيرة صحتها منيحة نحيف شو قولي لي؟ حنطي على سمر خفيف، جسمها كتير حلو وعليها عيون سبحان الخالق. مروان لك من ايمتى صار لك تجي على هيك محلات؟ اخي مو من زمان. بس بشرف شيء قبها. لك انت ليش شفت شيء لسه؟ لسه في كمان؟ عود تعال عود. اه يا ابو صبيح لك انا قبل ما اتوظف كنت مفتكر انه ما في حدا بالدنيا عايش احسن منا. وبعدين؟ بعدين عرفت انه نحن ما لنا عايشين بنوب. ليش لك أخي؟ ليش شو اللي كان ناقصنا؟ لك يا أبو صبيح كل شيء، الجخ والمتعة والعز والجاه. لك شو بدي عدلك لعدلك؟ تعرف لك أخي صار بتخوف. صبحي كرمال النبي ها بلاك من أفكار أبوك ومثالياته. لك فتح عيونك شوف هالدنيا منيح بلا ما تضل أعمى مثل أبوك. صب عليك هلا صار ابونا اعمى يا كلب. صبحي ببوس ايدك عود لا تعملنا فضايح بالمحل. لك فضايح ولك انت اللي فضيحه بزياده عم تفهم ولا لا؟ ولك دعاني اسم احمد مراد فيك. صبحي لا تشرشحني قدام الناس، رجع عود عود. هي قعدت بس مروان قسما بالله اذا بتجيب سيره ابوك بالعاطل ما راح يصير طيب، عم تفهم ولا لا؟ خلاص اخي غلطنا ومنك السماح منيح. لك مروان ابوك راي علم مثل أعلى، عم تفهم ولا لا؟ لك شو بدي أحكي لك؟ بس يا خسارة. لا خلص صبحي فهمت عليك أخي، أبوك على راسي من فوق، رضيت؟ فهمني لشوف أنت ليش جايبني لهون؟ لك صبحي شو جريمة يعني إذا تعشينا مرة برات البيت؟ مروان هات من الآخر وبلا لف وبلا دوران، شو بدك؟ بطلت أحكي، ما بقى بدي منك شي منيح؟ أي منيح، أنا أي مروح. يا روح مين ماسكك؟ رايح. شو بقى؟ ليش عم تطلع بالساعة؟
صار لي زمان لازم امشي بقى. لا سيدي ما حزن، بدك تستنى ليجي ابي وعرفك عليه. دخيلك، على اساس ابوك احمد مراد يعني. هي طيب هلا بتشوف. ليه بس كيفك؟ اهلين. ليش ما زي بتساعد معك؟ اختي هدول جماعة رافعين مخارم كثير، ما بيجوا لعنا لنروح لعندهم. طيب يا عدنان، إذا ما بندمك على طولة هلسان ما بكون بسام. شوفي 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 شو مشراني وعم يهددني كمان. يلا يلا بس أكيد ما بقس عليك. مرحبا بابا. أهلين بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام بابا. هذا بسام. أهلين وسهلين سيد بسام. يا أهلا وسهلا ومرحبا. بابا هلا كان عم يحكي عليك. أنا؟ عمو أنا إذا حكيت ما بحكي لك الخير. لا تكذب بسام. مو هلا كنت عم تقول إنه أبوك أحسن من أبي؟ عمو إذا أنا حكيت هيك هو شو بكون حاكي بالأول؟ أكيد كان عم يحاول يتمنفق عليك. يا عيني عليك يا عمو أبو حسين، شفت شلون صاحب الوجدان والضمير؟ بابا مو بس هيك، قال علينا بخلة ورجعيين. هلأ هيك بتساوي بالضيف عمو؟ لا هيك منرحب بالابن مو بالضيف. ولي معناتها بالضيف شو بتساوي؟ تفضل لك ابني تفضل تفضل. هلا كل شيء صار جاهز حتى امر مباشر. ورجينا همتك يا بطل، واعتبرها من بكره هالمكتب اعتبره مكتبك. ارجوك عصام، انا مكتبك بغيابك لا يمكن ادخله. المهم هالشركه هي صارت امانه برقبتك ومعك تفويض موقع حسب الاصول، بامكانك تسحب منه اي مبلغ من البنك وتشغل الشركه. بس بيلزمنا مهندسين، وانا بصراحه يعني ماني ناوي اوجع راسي مع المهندس تمام. بعدين يا سيدي حتى لو اشتغل لحاله ما بيكفي. صبحي انت معك تفويض يعني جيب اللي بدك اياه. يعني سفرتك رح تطول؟ ممكن سنه سنتين شهر شهرين ما بعرف. على كل ربما ما ردت لك خبر. لا لسه، معني حاولت اني اقنعها. رحت لعندها؟ ايه رحت. شو رايك بالدكتور عمر؟ ليش عصام انت بتعرفه للدكتور عمر؟ عز المعرفه. صبحي انا بظن انه ربع ما راح تجي تشتغل عنا، وانا ما اتصلت فيها الا من شانك مو من شان الشغل. بابا من شان الله، من شان الله لإلك هلا اخي ممدوح، انا ما حتقدر اتحمل. ولا يهمك ولا يهمك يا هي أزمة عابرة وبكرة بتروح بإذن الله. بس أنا خايف قصته تتعقد أكثر ويساوي بحاله شي شغلة يا بابا. ليش في شي جديد؟ قال حضرته ما عم يطيق جو البيت، ناوي يستأجر غرفة ويروح يسكن مع واحد من رفقاته. الأمر طبيعي يا جميل، لأنه صار يشعر بالعجز تجاهكم. هلأ هذا اسمه طبيعي يا بابا؟ يا ابني ممدوح هلا ضايع ومزعوج من كل شيء، والضغط عليه ما راح يجيب نتيجة، والحل الوحيد انه نتركه لحاله، نتركه يجرب ويدور على الشيء اللي ممكن يناسبه. بس اذا ترك البيت ممكن ينحرف. واذا اجبرته ما يترك البيت كمان راح ينحرف. بقى شو بنختار؟ بس هو عم يطلب النصيحة يا بابا، ما عم يرفضها. لك ابني هو عم يطلبها من شان يرفضها. معقول هالحكي؟ لك يا ابني هي أزمة المراهقة يلي أساسها التمرد اللاشعوري على سلطة الأب. يا بابا الله يخليك، جرب الضغط عليه بلكي بيمشي حاله. لك يا ابني يا حبيبي، إذا في أمل واحد بالألف بهالطريقة ينصلح حاله، بالضغط عليه بينتهي كل أمل. إن شاء الله بخير. الحمد لله ماشي الحال، كيفك أنت؟ أنا الحمد لله، بس يعني ما بعرف شو بدي أقول لك. شبك ملبك؟ أنس روان، ما قررتي تشتغلي معنا؟
عند عصام لا. بس عصام سافر لمدة طويلة وأنا استلمت الشركة بداله. إسحاق هذا إبليس. يا أنس روعة، أنت أكيد غلطانة، أكيد. بعدين يعني إذا بتتكرم يعني حضرتك بشي لقاء تاني بشرح لك كل شيء. بينتك طماع؟ يعني الطمع بالخير وبالحلال ما اسمه طمع. شو قصدك؟ ليكون حياتي تحبني؟ إذا حصل هالشي بيزعجك؟ كل هالشي شايفني معقدة؟ لا عن جد يعني إذا حصل شو رح يكون ردك؟ بشوف. ليه بقى؟ لأنه لسه ما بتعرف عني شي بالمرة. إيه بس يعني هالحالة إحساس طبيعي يغلب العقل. طيب ماشي الحال، خليك عند كلامك. ها اوعى تغير. يا ترى شو قصده من هالكلمة؟ بقدر اخذ ساعة اذن؟ ما في مانع. شكرا كثير. مبين لو انه موقف ايجابي باتجاهي ما قالتها. بس طيب ليش تاخذ وتعطي معي يعني اذا رفضت؟ ايه يا عبيد. لك ابني شو صار معك موضوع الشابين اللي اعطيتك اسمائهم مشان تامنهم عندك بالشركه؟ والله يا عبيد عنا زحمه طلبات كثير بالشركه، بس اطمن ماني نسيان. الله يرضى عليك يا ابني، بدي تدبر لي اياهم ها، وما بقبل منك اي عذر بنوبها. ولو يا عبيد، انت بتامر طلباتك وانت على راسي. الله يرضى عليك ويوفقك. يا عبيد؟ ايه. اصبح بطريقه خذ هالاسمين كمان، هدول تنتين حريم اجوا امبارح لعند امك وترجوها مشان تامن لهم هالاولاد. فأمل لها اياهم عندك بالشركة، واحد بيشتغل نجار والثاني معلم ألمينو. ماشي يا بي على عيني. برضاي عليك، بدي تعمل لي جهدك، لأنه مو حلوة يعني، كل ما شافني واحد بالطريق اللي شو صار يا أبو صبحي؟ تكرم يا بي، بالكثير يومين برد متأخر. مروان، إذا ما بيطلع بإيدك توظفهم، قول لأبوك، لا تحرجوا مع الناس ها. لك شو هالحكي الفاضي؟ أنت متسأل فيي؟ أنا مدير مالي على الفاضي؟ يا سيدي، لنشوف شو محلك من الأعراب كمدير مالي. صبحي انا فاعل ومرفوع كمان، ولا شو رايك يا ابي؟ والله يا ابني هو الفاعل صحيح مرفوع بس كونك فاعل مرفوع فهي مساله بحاجه لاثبات. ايه على عيني يا ابو صبحي، بكره بدي اثبت لك هالشيء بالدليل القاطع. يا سيدي شرف. انا بتصور انه اعجابي فيكي مو غايب عن ملاحظتك، صح؟ لا مو صح، لانه هالشي مو خاطر على بالي. طيب واذا قلت لي انه انا معجب فيكي كثير؟ ومن امتى هالاعجاب يعني؟ واذا قلت لك اني انا بحبك؟ ومن امتى اجى هالحب يعني؟ لا إذا حكي عن مزاجك أنا ما بود بحكي. لا المسألة مو مسألة إزعاج، بس أنا يعني ما كنت أفكر بهالشي. تعرف رفيق، أنا جاي على بالي أترك هاي الشغلة كلها. يا شو السبب؟ حاسس إنه عم تأثر على عيوني.
بكره بتتات عليها ما عاد تنزعج. ممدوح ما قلت لي حكيت مع ابوك مشان الغرفه؟ لا لسه. خايف منه مو؟ بتعرف اشتهيت مره واحده انه خاف من ابي. معقوله ما حدا بخاف من ابوه؟ انا. حتى وانت صغير؟ حتى وانا صغير. ما فهمت عليك. رفيق ابي بيأثر علي من الختال اكثر من 100 عصاية. شوفوا يا شباب، أنا حبيت جيبكن لهون حتى نقدر نحكي مع بعض بصراحة. بالنسبة إلي يشهد الله علي، يعني حاولت ما بوسعي لعينكن بس ما طلع بإيدي شيء. بتعرفوا ليش؟ بدل العامل الواحد عم يجينا 10 وكل عامل واسطته هيك قدها، بقى شو بيطلع بإيدي يعني؟ عفوا هيك بيمشي الحال. عندي بكا. اسمعوا اقسم بالله العظيم اذا بسمع عن هالموضوع هاد شي بسرحكم كلكم بساعه. هدول مو الي. ها نحن سمعتنا بالحاره مثل المسك، وخاصه سمعت ابي. فهمتوا؟ يا ميت اهلا وسهلا. عن اذنكم اللي عملكم قهوه. تفضل. شو بدك تحكي عن صديقك عصام؟ أنس ربما معلش قبل ما أحكي عن عصام أني أحكي عن شيء اللي بخصني أنا. أحكي. أنس ربما أنا أول ما شفتك بالمشروع بعدين بالجمعية يعني حسيت أني أنا ارتحت لك كثير وتكركبت وما بعرف يعني بصراحة أنس ربما أنا خاصة بعد ما شفت أهلك وتعرفت عليهم. شبهك متلبي كل هالقد؟ على التليفون كنت أجرأ لما حكيت معي. بوط أنا على التليفون بكون يعني أجرأ بكثير من هلا. طيب احكي شو لسه بدك تضيف؟ أنس ربا ترضي إنك تتجوزيني؟ لا الزواج لسه بكير عليه. فهمت عليك. بس أنس ربا ممكن تعطيني أمل أنه نستمر بلقائنا؟ ممكن. أنا صدقيني أنا ما بعرف كيف بدي أعبر لك عن سعادتي وفرحي، بس أهلك مشان أهلك شو؟ وجودك هون ما بيعني لك شي يعني؟ يعطيك العافية ماما. الله يعافيكي. أهلين سعاد. طول غداكي؟ لا لا تقولي إلا خلاص. شبك ماما؟ ليش عم تطلعي فيني هيك؟ شو؟ بدك تخبي علي؟ ليش أنت في شي بتخبى عنك؟ طيب أحكيلك. هاتي لشوف. شو صاير معك؟ عدنان حكى معي. وأنت شو قلتي له؟ ما قلت له شي. قلت له إنك فاجأتني بهالحكي. بس أنت قلتي إنك بتحبي. لا ماما انا قلت عاجبني بس خايفه لأقوم يزعل ويفتكر اني رافضته. لا حبيبتي اذا بحبك ما راح يزعل. هات لشوف ابني. احكي من الاول شو مساوي معك عصام. اول شيء عصام صديقي من ايام الكليه، بس هو كان سابقني بصفين. ثانيا من قبل ما اتخرج وهو عم يستناني، ومن لحظه تخرجي شغلني لحد ما رحت على خدمه العلم، وبعدين من ساعد ما خلصت خدمة العلم وأنا معه. بصراحة هو عم يعطيني أحسن راتب، ومعاملته إلي ما كانت بيوم من الأيام إلا معاملة صديق لصديقه يعني بصراحة. وآخر شيء كمان يعني هلا خلاني اشترك معه بمناقصة فيها 3 ملايين أرباح مقابل جهدي بصراحة. يعني هي كل قصة بيني وبين عصام. لحد هون كل شيء كويس، بس بدي أسألك، أنت معك المصاري لشراء المواد اللي بتلزمك لبين ما تطلع أول كشف؟ لا، عصام ترك لي تفويض لسحب اي مبلغ من رصيده بالبنك. ووضع الاليات اللي عم يستخدمها انت بتعرفه؟ كله ملك، حتى البناء اللي نحن فيه ملك مو اجار. شوف ابني، انا ما بحب شوش لك افكارك، بس بدي اياك تتاكد مشان ما تتفاجئ بحجم الرصيد اللي تركه عصام. ووضع البناء والاليات كلامي في شيء عليه؟ لا ابدا. واليوم احسن من بكره. على راسي دكتور. وربا هي اللي ما قبلت تشتغل عنده مو انا. بسيطة دكتور، يا ريت بعد امرك تسمع لي كلمة بخصوص الانسي ربا.
تفضل. دكتور، نحن بصراحة تعلمنا ندخل البيوت من أبوابها، وأنا يعني إذا ما عندكم مانع حابب التقي مع الأنسة ربما من وقت لتاني، يعني لأنه بصراحة أنا معجب فيها. بقى شو تفضلت؟ شو علي؟ هذا أمر طبيعي، خاصة بعد ما عرفتك ابن مين. بس أنا لي شرط. شرطك مقبول أنسي. من غير ما تعرفه؟ بظن أني عرفته. طيب شو هو؟ أنه نلتقى هون بالبيت، صح؟ صح. مساء الخير يا مصباح. أهلين مروان. كيف حالك؟ سلامات يا هلا، تفضل. قل لي شو عم بسوي هلا؟ يا سيدي عم نوضب حالنا مشان نبلش بمشروع جديد إن شاء الله. أعني لك يا أبو صبيح، قديش محظوظ. عم تحسدني ولا؟ أنا ما بحسد حدا. تعرف لك مروان أنك صاير سرسري وبتخوف كمان. ماشي يا صبحي، بس بالأيام الجاية رح تذكرك. بشو؟ رح ذكرك إنه فلسفتي الصح مو فلسفة أبوك. مروان، أرجعنا لسيرة أبي. خلاص أخي، آسف، كلمة وطلعت على لساني. صبحي، اوعى تفتكر إنك بتحبه وتحترمه لأبي أكتر مني. لا، باين. صبحي، أنا ما بنكر إنه أبي رجل عظيم ونبيل، بس نحن إذا سلكنا طريقه وحياتك ما رح نصادف غير الفشل ونضل طول عمرنا ضعاف ومركوبين. ليش بقى؟ شو نحن عايشين بغابة يعني؟ ما رح جادلك بهالنقطة، بس بدي أسألك، مين منا خرج يملك ثقافة أبوك؟ مين منا قادر يحط حاله بين هالكتب مثل ما هو يساوي ويفكر تفكيره ويعمل مثل ما هو عم يعمل؟ احكي، قول. بهاي معك حق. يا صبحي، انت مهندس وابوك مربي وانسان عظيم، شو بدي عدلك لحد الله؟ بس بدي اسالك، فكر انت لو انك استخدمت اسلوب ابوك، كيف بدك تسير امورك مع العمال والمهندسين وغيرهم وغيرهم؟ ما بظن، بس يعني شيء منه لكله. لك يا قلبي، انا ما عم بقول لك تساوي اكثر من هيك. هي روايه جديده، سفر الياسمين. يا سلام يا حبيبي، قديش أنا فخورة فيك. وأنا كمان يا رجال، أنا لولاك كانت صفر. ما بتعرفي إنه وراك رجل عظيم، امرأة أعظم. الله يخلي لي إياك، ما يحرمني منك أبداً. وهي أول إهداء لحبيبة عمري يا رجال. شوفوا شباب، هاي قرارات تعيينكم، بإذن الله من صباحية يوم السبت كل واحد بيناتكم بيستلم شغله منيح. كتر الله خيرك. أهلين الشباب. السلام عليكم. الله معكم. مع السلامة. الله معكم شباب. هل يستطيع الإنسان أن يجد نفسه في هذا المجتمع الذي يأكل قويه ضعيفه؟ ثم هل يجد نفسه ضمن هذا التشعب الغريب الذي يعتمل داخل النفس البشرية؟ يا حبيبي يا أبو صبحي، قديش كتاباتك حلوة وقديشك عم تتعب. بخيلك يا رب، ليش ما حدا من هالولاد طالع له؟ ما بعرف. يلا. وقف يا أسمر في إلك عندي سلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام.
راح اغنيها هلا. ايه والله زماني ابو صبح. يا ترى لسه بتتذكر قصتنا مع الغنيه؟ ابو صبحي انت من امتى هون؟ من وقت وقف يا اسمر. لساتك ما نسيتي يا رجل. ليش هي بتنسى يا ابو صبحي؟ شبك؟ كانك تضايقت. لا لا ما في شيء. بس هيك فجأة مرق شريط حياتنا قدام عيوني بلحظة واحدة. رجاء بتحبيني مثل ما بحبك؟ يو مساء الخير عمي عبد الرحمن. اهلين عمي ابو ياسين. مرحبا ابو ياسين. اهلين عمي ممدوح. ياسين هات شاي. ممدوح يعطيك العافية. الله يعافيك يا ابي. عاوزك كلمتين مشان هيك سهران لحد هلا وعم استناك مشان احكي معك. أمور يا ابي. أنا زعلان منك. زعلان منك كثير. ليش يا ابي؟ سويت شيء غلط؟ أنت ما عم تعمل شيء إلا غلط لك يا ابني. لأنك ما عم تفتح لي قلبك. ودائماً عم أشوفك متردد بمكاشفة كل شيء بهمك. والله بستحي منك يا ابي. وهذا اللي مزعجني منك أكثر شيء. لك يا ممدوح يا حبيبي. المثل بيقول إذا كبر ابنك خاوي وأنت صرت ما شاء الله شاب وبتاخذ العقل. بقى ليش لحتى يكون بسام اقرب لك مني؟ يا ابي مشان الله انا لك يا ابني انت بتعرف انك احب واقرب ولد لقلبي من اخواتك كلهم. مهما صار ومهما سويت ايماني فيك ما بيتبدل. يا ابي انا قدامك ضربني عفسني برجليك بس مشان الله ما تحكي معي هيك حكي. يا ابي انا فاشل. أنا سرسري. أنا واحد حقه نص فرنك يا أبي. أنا حرام عيش. اسمع يا ممدوح اسمع وفتح أذنيك. مزبوط أخوك بسام قال لي كل شيء. بس ولك يا ابني بتعرف معنى طلوعك من البيت شو؟ بتعرف قديش تأثيره على أمك؟ خلاص يا أبي أنا ما عاد أترك البيت. أصبح شو رأيك نعقد اتفاق بيني وبينك؟ شو هو يا ابي؟ انك تساوي كل شيء بدك اياه. تروح مع رفقاتك، تسهر، تفرفش، تعمل كل شيء بدك اياه بشرط واحد. شو هو يا ابي؟ انك ما تكذب علي. ولك يا ابني اصلا يا ابي انا ما عم بكذب. اصبح شرطي بسيط وانا قبلته. وهي كتابين من كتب ابي، روايه سفر الياسمين طبعا هي جديده، وكتاب مشكلة الوجدان المعاصرة اللي وصيتني عليه دكتور عمر. تفضل. مشكلة الوجدان، والله مشكلة المشاكل يا أخي أبو صبحي. يا ترى رح لاقي فيه الشيء اللي عم دور عليه؟ إن شاء الله. إهدائك لطيف يا صبحي. شكرا. أنا بتشكرك دكتور. تعرف صبحي أنا ما بحسد غير أبوك. ليش؟ أنا حسدي مو على ثقافته الرفيعة ولا على معرفته الغزيرة. أنا حسدي إله على روح المثابرة والتحدي اللي بيملكها. أبوك رجل ما بيعرف اليأس. هالكلام اللي عم تحكيه دكتور عمر يعني مدعت للفخر بصراحة. ماشي الحال، بصير خير. شوف يا أبو أيمن، أنت بتعرف منيح لو معي ما بينعز عنك. طيب خذ من صبحي أو مروان. بتعرف ما باخذ منهم شيء. قول ما بدك ساعدني ولا ملايحك لغيري. بس لك بشو احلف لك لحتى تصدق؟ بشو؟ لا تحلف لي ولا بحلف لك. اصلا انا بعرف انت عندك خاطرك. لا حول ولا قوه الا بالله.
شو يا ابو صبحي؟ طلع زعلان ما هيك؟ بتعرفي انه ما معي. منين بدي اجيب؟ استاذ ياسر بلشت المقلسة عليك بين الاساتذة. ومين هالسفلة اللي عم تمقلسوا؟ مين يعني؟ في غير ابو الصبحي وجماعته؟ ايوه. وشو عم يقولوا؟ عم يقولوا انه كل شيء ساويته باول اجتماع ما غيرت غير المقاعد بالاداره وستائر الشبابيك. عفوا استاذ، وعم يقولوا انك اخذ الاداره للبروزه والمنافع. بس انا لحد هلا ما بعرف شو بيقصدوا بالمنافع. لهون وصلوا؟ بسيطة، دبار هون عندي هالكلاب. وشو ناوي تعمل؟ بدها حكي؟ راس الأفعى لازم قطعه. بس أنا مو من رأيك. ليش؟ لأنه أبو صبحي رجل معروف كتير ومن الصعب إنك تقدر تنقله. علي أنا؟ لكن مالك عرفان أنا مين؟ ولو الأحسن إنك ما تقرب ناحو، بس عزله وهيك بيكون أفضل. بهالطريقة هاي تحصل على نفس النتيجة. ليش؟ ابدأ أولاً بنقل جماعته واحد ورا الثاني، وحط معلون ناس من عنا يفهموا علينا. يا قوت يا سلام.